ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنتعلم ازاي نعمل اديت لصورتنا على بوستر سبايدر مان زي الصورة دي بالظبط. اول حاجة ياريت تعمل لايك وتشترك في القناة. هتنزل ابليكيشن بيكس ارت وتفتحه، هنختار الباك جراوند دي، كل الصور الملحقة بتاعة الفيديو ده هتلاقوها في صندوق الوصف تحت. هنضغط على اضافة صورة، هنختار الصورة دي، اضغط على صح، اضغط على اضافة صورة تاني، نضيف الصورة بتاعتنا، الصورة اللي حابين تعملوا عليها ايديت. تمام كده، اضغط على صح، اضغط على اضافة صورة تاني، اضغط على الاستيك اللي فوق، نشيل كل دول، هنظبطهم في صورة تانية. نضغط صح، صح كمان مرة، نضغط اضافة صورة تاني، ناخد نفس الصورة عشان نظبط الاتنين التانيين. تمام كده، نضغط على الاستيكة، نشيل كل الزيادة، نضغط صح كمان مرة، نضغط إضافة صورة عشان نعمل آخر دراع. طب بتظبطهم على حسب الصورة بتاعتكم بقى. الناس اللي بتعرف تستخدم الليرز هتكون أفضل لها. نضغط على إضافة صورة، نضيف الصورة دي، نختار مزيج، نختار الشاشة، نختار شفافية تاني، نقلل الشفافية شوية، نحركها هنا كده، نقلل الشفافية. تمام، نختار الأستيك اللي فوق، صح الجاكيت عشان تدي بس ضوء شمس وراه.
غلط صح صح كمان مرة اختار اضافة صورة، اختار نفس الوميض تاني، مزيج الشاشة، شفافية نقللها، اختار الاستيكة، نمسح كل ده، احنا هنحط له الهايلايت بتاعه دلوقتي. نضغط صح صح كمان مرة، نختار رسم رسم، نختار اللون الأسود، تمام، نحط ظل هنا، بتاع الإيد، نحط ظل بقى على الشوز، كده اختار اللون خليه ابيض عشان اعمل الهايلايت اللي على اللبس، اعمل هايلايت شوية على وشه، لو كان تقيل نخففه شوية، تمام كده الوضع صح، اختار الأدوات، اختار تعديل، تمام نخلي الصوت على 9، تبينه على 5، الوضوح على حسب الصورة اللي انتم مستخدمينها، تمام هنا 26 كويس، اشباع الألوان على 100، عملية التمييز على -24، نضغط صح، وبكده الصورة تبقى جاهزة معانا، ممكن تدخلوها لايت روم أو تستخدموا الفلاتر اللي هنا دي، في فلاتر كتير جربوا اللي يعجبكم، اختاروه على حسب الصورة اللي بتستخدموها، أنا شايفة ان هي كده كويسة مش محتاجة فلاتر، يا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه، ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة، يلا باي.